رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي توجه برفقة وفد من الوزراء إلى أربيل في زيارة عاجلة اليوم الخميس، وقد استقبله كل من رئيس الإقليم مسرور برزاني ونائب رئيس الحكومة قباط طالباني وعدد آخر من الوزراء والمسؤولين الرسميين، إذ تعد أول زيارة يجريها رئيس مجلس الوزراء الاتحادي إلى إقليم كردستان منذ تسلمه منصبه رسميا في مايو الماضي. ذهاب السيد الكاظمي إلى أربيل هذا اليوم ومعه وفد للتفاوض حول حلحلة بعض المشاكل الاقتصادية، واعتقد هذه من ضمن هذه المشاكل هي المنافذ الحدودية وتصدير النفط وإيراد النفط. بالتالي يعني زيارة السيد الكاظمي للإقليم معنا في نظري يجب أن لا تكون في هذا الوقت، نحن نمر في ضائقة اقتصادية وضائقة صحية وتحديات وتهديدات سياسية خارجية وداخلية. وفد الحكومة الاتحادية برئاسة الكاظمي عقد اجتماعا موسعا مع حكومة الإقليم لبحث آخر المستجدات والمشاكل العالقة بين الجانبين بعد سلسلة زيارات أقيمت من طرف حكومة الإقليم إلى بغداد في إطار إدامة المفاوضات والمباحثات بين الطرفين في القضايا التي تصب في الصالح العام، أبرزها المنافذ الحدودية والسيطرة عليها وملف تصدير النفط من الإقليم ورواتب الموظفين والمناطق المتنازع عليها وقانون الانتخابات. أنا أتوقع أن ذهاب السيد الكاظمي إلى أربيل سوف تثمر عن نتائج إيجابية خصوصا إلى الأخوان الكراد، يعني بمعنى سوف تكون النتائج لصالح الكراد على حساب الدول العراقية. المفروض بالسيد الكاظمي أن تكون جولاته وزيارته من أجل العراق كله، ولكن أن تكون بهذه الصورة حقيقة أنا لا أراها يعني تليق بمقام السيد رئيس الوزراء. سيادة العراق هي الكلمة التي تجمعنا كعراقيين ولا مجال للتفريط بها، هذا ما عبر عنه السيد الكاظمي في مستهل لقائه بحكومة الإقليم، موضحاً إتاحة الفرصة للعمل المشترك وتوحيد الصف للتعبير عن الصوت العراقي. وقد توصلت حكومتا المركز والإقليم وفق تصريحات من الجانب الكردي إلى العديد من التفاهمات حول الملفات العالقة منها النفط والطاقة والموازنة والمنافذ الحدودية، حيث من المتوقع أن يزور الكاظمي أحدها وهو منفذ إبراهيم الخليل في قضاء زاخو على الحدود التركية. من بغداد، مسأل قيسي اليوم.